الله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. اليوم إن شاء الله بإذن الله رح نحكي في طريقة جميلة جدا، ميثود اسمها إنكلودز. والميثود إنكلودز ديت يا جماعة، الطريقة دي بتشيك على وجود سترينج داخل سترينج تاني، وجوده أو لا، يعني موجود أو لا، وبترجع القيم بترو في حالة ان النص ده موجود، وفولز في حالة ان النص ده مش موجود. وليها اتنين برامتر. البرامتر الاولاني بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون السيرش سترينج اللي هو النص اللي انت عايز تدور عليه او اللي انت عايز الجافا سكريبت تشيك لك عليه في النص التاني. يعني مثلا البرامتر الاولاني انا هكتبه ده الكلمة اللي انا عايز جافا سكريبت تشيك عليها في الفاريبل str اللي هو ايه اللي فيه النص ده. تمام. البرامتر الثاني بيكون عباره عن البوزيشن، وده بيكون الرقم اللي هتبدا منه، الرقم الاندكس ها اللي جافا سكريبت راح تبدا منه ايه السيرش. حلو كده، جميل. وبالمناسبه هي كيس سنسيتيف، يعني لو انا قلت مثلا انكلودز ورحت كتبت مثلا علي، لو انا اخذت ده بكوبي وعملت بيست وسيف هتقول لي ترو لان هي موجوده، لان النص ده موجود اول واحد. طب لو انا قلت له علي بسمول لوك الاسمول هيقول لي فولس لان هي كيس سنسيتيف. دي طريقه من ضمن الطرق اللي راح نستخدمها ان شاء الله باذن الله في الفورمز بتاعنا لما نيجي للفاليديشن في جافا سكريبت. خليها في بالك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.